طارق مجدي حكم اول مباراه يدير للنادي الاهلي النهارده، ادار مباراه بشكل جيد، بس النادي الاهلي ساعده. ما انا قلت في البدايه، قلت في البدايه ان سهل المأمورية. سيناريو اداء الاهلي وسموحه رفع الضغوط عن الحكم بالزبط. وعن الفار. خلي بالك يا كابتن، هي الاخطاء بتيجي منين يا كابتن ايمن يا كابتن بلال؟ وانت كنت لاعب في الملعب، نتيجه انك انت في الملعب مضغوط عاوز تعمل حاجه مش عارف، النتيجه كمان مش مريحاك، فلما تبقى الدنيا فيها راحه كابتن اسامه بتريح الكل، وبالتالي كان اداء النادي الاهلي النهارده والنتيجه ريحت طاقم التحكيم، حتى بتريح المغلوب كمان يا كابتن، حتى بتريح من بدري. من بدري عشان ما يعترضش يعني. طارق النهارده ندي له حق بامانه اول مباراه. اه والله كلام جد على فكره، والله لما تتغلب من بدري بدري كده بدري خلاص خلاص يعني، ما اعترضش على ده تحليل فني بتاعك، انا ما بتخش فيه، ده تحليل تحكيمي على فكره للعيبه، مش هيعترضوا على الحكم طالما اتغلب من بدري بدري كده. خلصت يعني خلاص، ماشي يا كابتن. كل سنه وانت طيب يا كابتن. طارق تاني بنرجع، ادى اداء مباراه كويسه النهارده كابتن، عجبني في طارق النهارده كابتن احمد تحركات وقراءته للعب، وزي ما قلت لك دي اديته فرصه شويه، نتيجه خليته يفوق شويه للجري بقى يروح في المكان وهكذا، فكان طارق النهارده يعني اخطائه التحكيميه ما اثرتش على نتيجه المباراه كابتن اسامه.